مساء الخير والسعادة على حضراتكم. طبعا يعني السوق المصري وكل ما يهم السوق المصري، البضائع اللي كانت متراكمة في الموانئ وأثر ده على الأسواق المصرية. الحكومة المصرية بتتابع بشكل كبير يعني هذه المسألة، والنهاردة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع في اجتماع عقده مساء اليوم إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة المتبقية في الموانئ. وقال رئيس الوزراء إنه الاجتماع النهاردة لمتابعة خطة جديدة للإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وده طبعا بهدف أنه نسرع عملية توافر السلع في الأسواق، وكمان تنسيق كبير ومتابعة مستمرة من قبل الحكومة مع القطاع المصرفي لهذا الملف اللي بالتأكيد يؤثر على حياة الناس بالدرجة الأولى، وده طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وخلال هذا الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه من 1 ديسمبر ولحد 23 ديسمبر الجاري هذه الفترة شهدت الإفراج عن حوالي بقيمة 5 مليارات دولار بضائع كانت موجودة في الموانئ وتم الإفراج عنها، وده يعني من إجمالي بضائع بقيمة 14 مليار دولار. كان طبعا في تراكم بالموانئ منذ أزمة بداية تراكم البضائع داخل الموانئ. حجم البضائع المتبقية دلوقتي النهاردة بتاريخ 25 ديسمبر 2022 قيمته تقريبا 9.5 مليار دولار. وضعت الحكومة خطة بالتعاون مع القطاع المصرفي للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة اللي جاي. في ختام هذا الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع هتكون للسلع الغذائية وأيضا لمكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج. وقال رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع اللي سيتم الإفراج عنها. جهود كبيرة بتتعمل من قبل الحكومة المصرية في هذا الصدد، وحول هذا الموضوع بينضم لنا دلوقتي على الهاتف سعادة السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير على حضرتك سعادة السفير، ويعني لو حضرتك تقول لنا مزيد من التفاصيل عن طبيعة البضائع اللي سيتم الإفراج عنها، وهل هناك خطة زمنية لإنهاء هذا الإفراج الجمركي؟ مساء الخير أستاذة هدير. النهارده الاجتماع اللي عقده رئيس الوزراء هم اجتماعين لمناقشه موضوع الافراج عن السلع في الموجوده في الموانئ المصريه. ده كان احد الموضوعات او القضايا الشائكه خلال الفتره الماضيه. صحيح. والمنتجين طبعا كان لديهم كل الحق، كان لديهم مستلزمات انتاج موجوده في الجمارك تنتظر توفير الاعتمادات او الموارد الدولاريه للافراج عنها. النهارده تم الاعلان عن رقم مهم جدا، وهو رقم 5 مليار دولار من السلع تم الافراج عنها خلال فتره لا تتجاوز 23 يوم. يعني اعتبارا من 1 ديسمبر الماضي لغايه 23 ديسمبر تم توفير موارد دولاريه للافراج عن 5 مليار دولار من السلع والبضائع. ده اسهم في ايه؟ ده اسهم ان احنا يعني قلل المستوى البضائع والسلع الموجودة في الموانئ المصرية من 14.5 مليار، أصبحنا الآن نتحدث عن 9.5 مليار دولار فقط من السلع موجودة في الموانئ المصرية. فلو خصمنا من 9.5 مليار دول مبلغ اسمه سلع الصب، اللي هي السلع اللي موجودة بطبيعتها في الموانئ ومخزنة ولن تدخل الأراضي المصرية لكن سيعاد تصديرها. ده معنى إيه؟ معنى أن السلع دي لا تحتاج مني كدولة أن أنا أوفر لها موارد دولاريه ولا تتطلب مني ان انا افرج عنها لتدخل الاراضي المصريه. سعاده سفير، دي زي ايه السلع الصب دي؟ دي كميتها قد ايه؟ الاول من التسعة ونص دول حوالي 3.4 مليار دولار. يعني من التسعة ونص المتبقين في الموانئ المصريه في 3.4 مليار دولار سلع استطيع ان انا اقول كده لا تخصني كدوله ومش مطلوب مني اوفر لها. يبقى انا مطلوب مني حاليا اوفر عمله لما قيمته 6 مليار دولار فقط من السلع الموجودة في الموانئ المصرية حاليا، وأنا وفرت بالفعل كقطاع مصرفي 5 مليار دولار في 23 يوم. ده مؤشر مهم جدا وإيجابي جدا لقدرة الدولة المصرية أنها إن شاء الله يعني تجد حل نهائي لل 6 مليار دولار وفي فترة وجيزة. احنا الارقام دي ما كناش بنسمع عنها قبل كده. صحيح. ان الدوله تستطيع في 23 يوم انها تفرج عن 5 مليار دولار، من ضمنهم من ال 5 مليار دولار 600 مليون دولار تم توفيرهم في يومين الاربع والخميس اللي فات في 11 بنك، و400
وفروا ما قيمته 600 مليون دولار للإفراج عن سلع في يومين. برضو الرقم ده غير مسبوق، ما كناش بنسمع عنه. طب ده معناه إيه أو دلالته إيه؟ أثروا كمان على السوق وعلى المواطن. أولا دلالته أن الدولة المصرية يعني في وضع دولاري أفضل الآن. المهم بقى زي ما حضرتك بتقولي أثروا ده على المواطن، أن إحنا هيمكن الدولة أنها تزود جانب العرض. يعني إيه تزود جانب العرض؟ الإتاحة يعني. السلع اللي تم الإفراج عنها دي مدخلات إنتاج، يعني المصانع هتشتغل بطاقة أعلى، ولما المصانع تشتغل بطاقة أعلى والسلع اللي داخله دي من ضمنها ايضا سلع غذائيه، يبقى المعروض من السلع الغذائيه هيزيد. طب لما المعروض من السلع الغذائيه والسلع المختلفه يزيد والمصانع تشتغل بطاقه اعلى لان انا دخلت لها مدخلات الانتاج اللي كانت محتاجاها، ده معناه ان جانب العرض يزيد. فلما العرض من السلع والانتاج يزيد فده يسهم في تقليل الاسعار. العامل الاساسي في تحديد الاسعار وفي يعني في التهاب الاسعار اللي حصل في الفتره الماضيه هو جانب العرض، ان هو كان اقل من جانب الطلب. فالخطوه اللي اتخذتها الحكومه النهارده هي خطوه مهمه جدا على الطريق الصحيح. صحيح، ويمكن بتبعث بكثير من الرسائل الطمأنينه والاستقرار للسوق المصري، واحنا على اعتاب عام يبدو عام مش سهل على الجميع. ده بكل تاكيد، وده مش كلام يعني، ده كلام كبار الاقتصاديين في العالم ومديري مؤسسات التمويل الدوليه بياكدوا ان يا جماعه ما تتفائلوش، 2023 مش هيكون عام سهل، بالعكس هيكون عام صعب لا يقل عن 2022 اللي هي قامت فيه الازمه الروسيه الاوكرانيه في الاساس. لكن احنا كدوله ما يهمنا في هذا ان احنا نحاول نقلل قدر الامكان الاثر السلبي للتضخم المستورد. يعني ايه التضخم المستورد؟ هو التضخم الناتج عن السلع اللي بيزيد سعرها في الخارج وانا بستوردها بعد كده، هي مدخلات انتاج او سلع تمت الصنع. هي سلع انا لست يعني مسؤول كدوله ان انا ازود سعرها، هي جايه لي كده كده سعرها زايد، فكأن انا استوردت التضخم الموجود في دول العالم الاخرى لان انا استوردت سلعه بسعر اعلى. ده هيظل موجود في 2023، لكن على الاقل ما يبعث على الامل ان انا حيدت عاملين اخرين كانوا بيسهموا في تزايد او زياده الاسعار. العامل الاول هو السلع اللي كانت متراكمه في الجمارك، لان دي كانت بتاثر على انتاج المصانع، فبالتالي انا بحل هذه المشكله حيدت اثر الزياده الناتجه عن تراكم السلع في الجمارك. والعامل الثاني اللي هو سعر صرف الدولار اللي هو الحمد لله بيشهد الان ثبات في البنوك المصريه، وحتى السوق الموازيه بدأت تتعرض لصدمات كبيرة، وده كويس يعني ان السوق الموازية للدولار تتعرض لصدمات، والناس اللي كانت بتضارب على الدولار تتعرض لخسائر لان هم ادركوا ان هم كانوا بيقوموا بمضاربات لا عقلانية على سعر الدولار في مصر. ويمكن هو العمل وفق استراتيجيات تعيها الدولة المصرية وتعي ما يحدث عالميا والظروف العالمية كلها، ده اللي بيبعث بكثير من الطمأنينة والاستقرار للمواطنين، واحنا على اعتاب هذا العام الصعب. بكل تأكيد، وفي نخطط لعام 2023 في عدة استراتيجيات عملنا عليها. الاستراتيجية الأولى هي محاولة زيادة جانب العرض للسيطرة على التضخم. الاستراتيجية الثانية ودي الأهم ودي ثابتة منذ يعني عقود في سياسة الدولة المصرية فيما يخص الطبقات الأكثر احتياجا، هو توسيع شبكة الحماية الاجتماعية. صحيح. في الوقت اللي بكلم حضرتك فيه احنا لدينا 5.2 مليون أسرة مصرية يعني تتلقى الدعم النقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة. 5.2 مليون أسرة تم زيادتهم طبعا على مدار الفترة الماضية عدة مرات. مصر زودت الحد الأدنى للأجور مرتين في سنة واحدة، اللي هي السنة اللي احنا فيها سنة 22، الحد الأدنى للأجور ارتفع مرتين، وده شيء غير مسبوق. مصر زودت 300 جنيه للمعاشات اصحاب المعاشات، دعم الاستثمار واصحاب والمرتبات العاملين في الدوله، وده ايضا في اطار يعني جهود الدوله لتوفير بعض الدعم للفئات الاكثر احتياجا اللي هي متاثره بالقطع من تاثيرات التضخم. فشبكات الحمايه الاجتماعيه مستمره في 2023، ودي اللي هتوفر دعم يعني مهم جدا للفئات الاكثر احتياجا خلال هذا العام الصعب. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا سعاده السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا على وجودك معنا في برنامج التاسعه ولكل هذه التوضيحات. دلوقتي مشاهدينا سيب محاضراتكم مع فاصل ونرجع بعد ونبدا فقراتنا، خليكم مستنيين.
أهلا بحضراتكم من جديد. البنك المركزي أصدر خطاب للبنوك بيتضمن استثناء بعض الفئات من القرارات الأخيرة اللي كانت متعلقة بمسألة توفير العملة الأجنبية للعملاء بره مصر، وكشف مصدر مصرفي أنه البنك المركزي وجه البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض معينة، بنتكلم عن التعليم، عن العلاج، وده هيكون من غير حد أقصى، وده هيكون لما العميل يقدم المستندات المؤيدة لده أنه بيتعلم بره، بيتعالج بره. هنعرف التفاصيل. البنك كمان وضح للبنوك أنه هنفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم دي لكل العملاء اللي سافروا كمان قبل تاريخ القرار، قبل 22 ديسمبر 2022، علشان العميل اللي سافر وكان لسه القرار ما طلعش يقدر أنه هو يحصل على احتياجاته الضرورية من العملة الأجنبية، وده طبعا بعد ما يطلب العميل ده ويثبت أنه هو سافر قبل هذا التاريخ. البنك المركزي كمان أكد على عدم وجود أي حدود للاستخدام بالنسبة للعملاء اللي أصلا عندهم حسابات بالعملة الأجنبية أو بطاقات ائتمانية بيتم استخدامها من حساباتهم بالعملة الأجنبية. خلينا نعرف أكتر بالتفصيل عن مسألة القرارات دي ومين الفئات اللي هيتم استثنائها. دلوقتي معنا على التليفون الخبير الاقتصادي أستاذ مصطفى بدرة. مساء الخير بدرة، مساء الخير على حضرتك يا فندم، وعايزة أعرف من حضرتك إيه هي الفئات المستهدفة بالظبط وإيه المستندات المطلوب منهم يقدموها للبنك وخلال قد إيه ده بيتم؟ مساء الخير لحضرتك وطبعا لكل المشاهدين. هو طبعا البنك المركزي بيحرص على آلية ضبط العملة الأجنبية بالذات للخارجين أو المسافرين أو المستخدمين في الخارج. وطبعا كان أصدر البنك المركزي عدد من القرارات، طبعا منها عملية وضع حدود، يعني حدود للسحب، وأكيد كلنا نعلم بهذا الأمر. صحيح. ولكن طبعا استثنى منهم فئتين في غاية الأهمية، ألا وهم اللي خارجين أبنائنا للتعليم أو خارج للعلاج. وطبعا ده عن طريق أنه بيقدم للبنك الخاص بيه أو اللي هو لديه طبعا الحسابات الخاصة بيه الوثيقة أو الشهادة الخاصة بالتعليم أو للعلاج في الخارج، وطبعا بيتم تدبير العملة ليه دون حد أقصى. وطبعا ده يعني استثنى من البنك المركزي نظرا للظروف اللي بتمر بيها بعض من الفئات في الخارج لاحتياجهم طبعا للعملة. ونعلم جيدا ان طبعا البنك المركزي بيحرص جيدا على عدم تهريب العمله عن طريق بعض من المستغلين، سواء للتجاره او للتلاعب او الكروت الائتمانيه او يعني كروت الفيز لاستخدامها لتهريب العمله او للتغيير او استغلالها للمشتريات اللي هي دون الحاجه ليها في الوقت الراهن. طيب دكتور مصطفى، كمان كان أعلن البنك المركزي عن إعفاء المواطنين من رسوم التحويلات من البنك لآخر، أعتقد أن ده ليه علاقة بمسألة تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي وتحفيز الناس على ده. حضرتك شايف أثر هذه العملية إيه؟ والله هو البنك المركزي فعلا بيواكب التطور الكبير العالمي وبيكون ماشي في النهج الكبير اللي بيتحدث دايما عنه، ألا وهو الشمول المالي، أنه يكون في حسابات لجميع الفئات داخل المجتمع لتحسين القدرة المالية، لعدم استغلال المال يعني أو الكاش زي ما بيسمى ما بين أفراد المجتمع. وطبعا التعزيز ده كان السيد الرئيس أمر بأن يكون في المجلس القومي للمدفوعات، دي طبعا من أكتر من 5 سنوات. بيقوم البنك المركزي بعبارة عن إيه؟ أن لازم يكون التحويل البنكي للعميل يعني بدون استخدام عملات، التحول يعني الاموال ما بين الحسابات الداخليه ده بدون عملات، فمدها من اعتبارا من 1/1 القادم حتى نهايه السنه لنهايه ديسمبر 23. ده بيساند او بيحسن قدره الناس على استخدام التكنولوجيا والانترنت والموبايل بانكينج، وطبعا ده بيخف الضغوط على البنوك وبيؤدي لعمليه التحول الرقمي. واعتقد ده النهج المحمود دايما ان احنا ازاي نستخدم التكنولوجيا الحديثه في اداره الاموال او التحولات البنكيه الخاصه بيها. دكتور مصطفى، انا عايزه ابسط للناس مساله الشمول المالي ده، لما تتحقق بالنسبه للدوله المصريه ده انعكاسه ايه على المواطن؟ شوف يا فندم، بمنتهى البساطه خالص، اذا كان للمجتمع كله عنده حسابات بنكيه هيكون عنده قدره للامان بتزيد يوم بعد يوم في استخدامه للحسابات البنكيه الخاصه بيه، سواء التعاملات ما بين الافراد أو تعاملات ما بين الشركات أو تحويلات الأموال ما بين بنك وبنك آخر،
فده بيحد من المخاطر. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، بيدي الأمان لاستخدام الأموال لدخولها للحسابات، فما يقدرش العميل الآخر أو الحساب من الحساب يتم إنكاره. ثلاثة، ده بيتم الإسراع في اللحظة، في لحظتها. يعني حضرتك لو حولت من حسابك البنكي ده لحسابك البنكي ده، ده بيتم في نفس اليوم. ده أمور في غاية الأهمية بالنسبة لنا، إسراع عملية تداول الأموال عن طريق الإنترنت أو طريق البنكي، الموبايل البنكي، يعني الموبايل اللي احنا بنستخدمه عن طريق الابليكيشن. دي امور في غايه الدقه وفي غايه الامان، السيفتي، الامان بتاعك الحسابات الخاصه بكل عميل. الامر الاخر، بتدي انضباط للمجتمع في كيفيه اداره الاموال ومراجعتها ودقتها لدى الجهاز المصرفي والبنوك. وطبعا ده بيخف من حده حمل الاموال والضغوط على الجهاز المصرفي في خروج ودخول الاموال. الامور دي كلها يا فندم، شيل الاموال دي انطفي من العالم بره. يعني اكيد حضرتك بتسافر بره، محدش بيشيل بالالافات دي ويتحرك بيها داخل المجتمع. كله بيستخدم البنوك، الكروت الائتمانيه، وطبعا الفير. فده يا ريت ده نقدر ندي توجيه من حضراتكم للناس، روح افتح حساب في البنك. دي فرصه كبيره ان انت النهارده تقدر تستخدم حسابك البنكي بدون عمولات، او في بنوك بتفتح بدون يعني اي عموله. استخدم حسابك البنك ده وهتاخد ارباح وهتستفيد من الخدمات اللي بيقدمها لك البنوك. سرعه انجاز المعاملات البنكيه او المعاملات الماليه، كل ده باستفاده يا فندم من التحول الرقمي. طيب دكتور مصطفى، عايز اسالك، هل احنا عندنا احصائيات ما، احنا شغالين في مساله الشمول المالي والتحول الرقمي دي بقى لنا فتره، هل عندنا احصائيات ما بزياده المحافظ الالكترونيه مثلا، او زياده فتح حسابات في البنوك، يعني استجابه من المواطنين لده؟ طبعا هو في ارقام، معليه مش بس مش مدققه بالنسبه لي في الوقت الراهن، وطبعا هي مش كبيره، لان احنا عندنا طبعا احنا نتخطى 60 مليون مواطن تقريبا القائمين على فتح الحسابات لغايه دلوقتي، او اللي هم اهتموا بفتح الحسابات في حدود ال 25 مليون مواطن تقريبا، ده الرقم اللي انا اتذكره. وطبعا الدوله بتستهدف اكتر من كده، ولكن ما تنسيش في نقطه في غايه الاهميه، الا وهي ان الاقتصاد الموازي دايما، او الناس اللي هي بتحاول تتعامل بالكاش من تخوفها من ان بيكون عندهم يعني معاملات ماليه خارج البنوك. واكيد حضرتكم بتسمعوا كثير عن المستريح اللي في الصعيد اللي اخذ مش عارف 100 مليون ودخل، دي كلها فلوس بتبقى سيوله في ايد الناس ومش عايزه تروح للبنك تخوفا من ان يقول لها من جبت الفلوس دي منين. وده البنك النهارده بيحاول يقنن هذه الامور، وبيساند الناس، بيقول لهم اللي هيبيع مثلا عقار او يبيع يعني وحدات سكنيه ايا كان تعامله واثبت ذلك، فالبنك مرحب بالفلوس كلها تخش، مفيش مشكله خالص. وفتح الحسابات طبعا بتكون بحدود دنيا بارقام زهيده جدا، لكن في تطور طبعا، ولكن يا ريت دايما يبقى فيه زي متابعه اعلاميه وتوجه او بيان بيظهر حقيقته كمان من البنوك الكبرى او البنك المركزي، يطلع المجتمع على قد ايه الانجاز اللي تم في وضع الشمول المالي او زياده الحسابات وفتحها. الى اي مدى كمان يا دكتور مصطفى وجود تطبيقات الكترونيه في كل شيء دلوقتي، حقيقه في دفع الكتروني وتطبيقات الكترونيه الناس سهل عليهم يستخدموها، ده بينعكس على مساله تحقيق معادله الشمول المالي؟ طبعا، وخلينا نقول في هدف اخر هو عمليه القضاء على الفساد. اثنين، القضاء على البيروقراطيه، فصل المتلقي الخدمه عن مستخدم الخدمه. صحيح. فده بيحد من عمليه اللي هي زي ما بيسمى كده بزياده الرسوم او الرشاوه، او انه يكون في ضغوط ماليه على المواطن. في امور اكثر يعني ارتياحا للمواطن كلما استخدم الابلكيشن. حتى حضرتك اكيد تعلمي جيدا ان النهارده في كثير من الشركات او المؤسسات بتقول لكم اتعاملوا بالكروت الدفع الائتماني. صحيح. ما بتقبلش الكاش خلاص. وطبعا حتى احنا النهارده بنتكلم على الفاتوره الالكترونيه، وده حقته يكون حق مكتسب للمواطن، يعني حقيت حضراتكم طالما دخلتوا دفعتوا بالكارت الخاص او الفيزا ونحصل على الاتصال، نحصل على الفاتوره الالكترونيه. ليه؟ لان ده بيدي ضمانه لمستخدم الخدمه لحمايته باصول التامين على السلعه، سواء بقى كان ليها ضمان، ايضا ليه حقه في استرداد او استرجاعها لا قدر الله في حاجه. ايضا ان الفاتوره الالكترونيه دي بتضاف على الحسابات في الميزانيات والموازنات، وبتكون ليها قيمه مضافه للوضع الاقتصادي.
فهي دايرة كبيرة جدا تخدمنا للشمول المالي ده، بيكون تهيئة للمجتمع وأيضا بتعود على المواطن بفايدة كبيرة إن هو يضمن حقه في حتى سبل إزاي يقدر يتفاوض أو يعني يراجع الأمور سواء بسعر السلعة أو الخدمة اللي حصل عليه. احنا بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي على كل هذه المعلومات. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة أنه كان حصل حادث على طريق جمصة في محافظة الدقهلية، حادث تصادم أتوبيس جامعي بيقل طلاب لجامعة حورس بسيارة نقل، وده أسفر عنه بعض الإصابات في الطلاب حوالي تقريبا 17 طالب. عايزين نطمن بقى على الطلاب ونطمن على حالتهم الصحية. دلوقتي معنا الدكتور سعيد عبد الهادي رئيس جامعة حورس. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ولو تطمننا على عدد الإصابات وحالة الإصابات من الطلاب بعد هذا الحادث. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بسيادة. أطمن حضرتك الحمد لله، فعلا كان في الأتوبيس حوالي 40 طالب. حادث حوالي الساعة 8:30 صباحا زي ما حضرتك قلت بالظبط على طريق جمصة. تم بسرعة جدا، الأتوبيس دخل بالمقدمة في عربية بتلف بتريلا يعني، فتهشمت واجهته تماما. تم نقل 17 طالب إلى مستشفى بلاس، والحمد لله الإسعاف جه خلال أقل من 10 دقائق وتم نقلهم جميعا. المستشفى كانت معدة جدا بصراحة وقامت ب فرز الحالات. اتضح ان 7 من ال15 في 2 أو 3 طلبه مشوا على طول ما كانش فيهم حاجه يعني، بقى 15، 7 منهم كانت حالاتهم مستقره تماما، فكلهم اتعمل لهم اشعه مقطعيه وموجات صوتيه واشعه عاديه. 8 منهم كانت حالتهم تستدعي انهم يتنقلوا الى مستشفى جامعه الطوارئ، مستشفى الجامعه الى الطوارئ. كانت اصاباتهم خطيره يا دكتور دول الثمانيه دول؟ لا والله الحمد لله رب العالمين، هم الوقت حاليا اللي موجود، انا وقت حاليا موجود بكلم حضرتك مستشفى الطوارئ معايا السيد مدير المستشفى، هم 4 بس اللي موجودين عندنا، حالتهم مستقره تماما. السائق هو رجليه الاثنين اتكسروا، ونحمد الله ان هو خرج حيا يعني، لان تهشمت مقدمه الاتوبيس تماما. في طالب من كليه الطب عنده كسر في عظمه الفخذ، وطالبه عندها كسر في الحوض، دول 3، وفي 2 نتيجه الخبط في دماغهم يعني خبطه كامده حطيناهم تحت الملاحظه، واحد منهم عنده كسر في الانف، وفي طالبه برضه حصل لها كسر في احد الفقرات لانها كسر خفيف. الحمد لله رب العالمين حالتهم جميعا مستقره، لم يحدث وفيات. أشكر كل السادة، الإسعاف، هيئة الإسعاف كانت بتتحرك معنا بمنتهى السرعة، ومديرية الشؤون الصحية وحتى وكيل العلاجي كانت لنا مستشفى بلاس، مستشفى كلها كانت واقفة على قدم وساق. أنا عايز أقول لحضرتك إن ما تم بصراحة يعني بيعكس تطور ملحوظ جدا في منظومة الخدمة الصحية، سواء كان في مستشفيات وزاره الصحه او طبعا مستشفى جامعه المنصوره ومستشفى الطوارئ غنيه عن التعريف يعني. نحمد الله ونشكر فضله حقيقه، ان حتى زي دي لو كان في تاخر كان ممكن يحصل وفيات، لكن الحمد لله كل المرضى الحمد لله وشكرا، ان شاء الله نطمن عليهم جميعا ويقوموا بالسلامه. لكن عايز اسال حضرتك عن يعني تفاصيل الحادث، هل كان حد فيهم ماشي مخالف؟ هل تم اجراء الفحوصات الطبيه لكلا السائقين؟ والله اقول لحضرتك هو الحادث حصل الساعه 8:30 صباحا والاتوبيس ماشي، في دوران في الطريق، مع الدوران طبيعي يعني معمول بالمرور. السائق بتاع النقل بياخد كيرف على الواسع كده زي ما حضرتك عارفه، فافتكر السواق بتاع الاتوبيس ان هو راكب عربيه، الاتوبيس مرسيدس يعني، انه بيمشي بسرعه قوي انه هيعدي يعني قبل ما التريلا تلف، فالتاني بقى سواق النقل لف، فده دخل فيه يعني هو دخل فيه بالمقدمه يعني. طبعا السرعه وخاصه ان العربيات كويسه والطريق كويس جدا على فكره، فهي سوء تقدير من السائقين من ده ومن ده حقيقه يعني. هو السائق معانا هنا وتم طبعا التحفظ عليه من قبل السيد مدير الامن ومدير النيابه، مدير النيابه اقصد،
وما فيش فيه مخدرات، يعني لم يثبت انه متعاطي مخدرات ولا حاجه، لكن هي السرعه الزايده وعدم تقدير المسافات وسوء الحظ. حضرتك عارف الحادث بيحصل على حاجة. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، يعني الحمد لله احنا اطمنا على طلبه وبنتمنى لهم الشفاء السريع ان شاء الله والسلامه دايما. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور سعيد عبد الهادي رئيس جامعه حورس، شكرا جزيلا على وجودك معنا. طيب طبعا يعني ايه، في موجه كده من اللخبطه في الاحوال الجويه، امطار في بعض الاماكن، اسكندريه في مواجهه لنوه الفيضه الصغرى، استعدادات مكثفه من الحكومه هناك لمواجهه الامطار الغزيره. الهيئه العامه للارصاد قالت انه تم الاعلان عن يعني تعرض محافظه اسكندريه والساحل الشمالي الغربي النهارده لامطار غزيره وموجه من البر والرعد، وده طبعا هيعمل تراكم للمياه في الشوارع والميادين والأنفاق، وهيأثر على حركة الناس والسيارات، ويعني مسألة بقى حركة كمان شحن والتفريغ البضائع الموجودة وتداول الحاويات والشاحنات بشكل طبيعي ومنتظم بعد هذه الموجة. تتعرض كمان اسكندرية يعني لخمس أيام مستمرة من الأمطار فيها كمان رياح. خلينا نعرف دلوقتي الحالة الجوية في اسكندرية أخبارها إيه من اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية. سعادة اللواء لو تطمنا على الأوضاع في اسكندرية واستعداداتكم للموجة القوية من الأمطار. مساء الخير أولا، ومساء الخير على السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني لخصت أربع أيام مرت بيهم اسكندرية، وهم أربع أيام خاصين بالفيضة الصغرى. الحقيقة الوضع دلوقتي كويس جدا. كان عندنا بدأت الأمطار الساعة 12:30 واستمرت 12:30 صباحا، استمرت لغايه 5 مساء النهارده. وكانت مستمره ومن متوسطه الى غزيره. فطبعا في العديد من الشوارع كان حدث، اللي هي الشوارع الجانبيه حدث فيها ارتفاع لمياه الامطار، وده احنا شيء معتاد وعارفينه كويس جدا وبنتابعه كل سنه. وعندنا الشوارع الرئيسيه نجحنا نجاح تام الحمد لله، ان احنا ما فيش ولا شارع رئيسي من الشوارع الرئيسيه في محافظه اسكندريه توقفت فيه الحركه المروريه. حدث بعض البطء في الحركه المروريه ولكن لم تنقطع نهائيا. الشوارع الجانبيه في بعض منها شوارع فيها صرف صحي متهالك وقديم، في شوارع ما فيهاش صرف صحي، ولكن تم عمليه التصريف المياه خلال ساعات من بدء كميات مياه الامطار. عندنا احنا اللي مهم جدا ان احنا نحب نوضحه، ان احنا عندنا المناطق الجديده اللي احنا عملنا فيها مشروع الاستراتيجيه المتكامله لفصل المياه الامطار عن الصرف الصحي. كل المواقع دي اللي كانت على كورنيش اسكندريه لم يحدث فيها اي مشاكل. المشاكل فقط كانت في الشوارع الجانبيه، والامر ده بالتنسيق مع الصرف الصحي وشركه المياه شغالين عليه من الساعه 5 لغايه دلوقتي. واعتقد ان الامور الحمد لله كلها بقت كويسه. عندي بكره الحاله المروريه، او اسف، عندي بكره الحاله الجويه من خفيف الى متوسط، ولكن افضل من النهارده كتير، وعشان كده مش هنعطل المدارس، المدارس شغاله معانا بكره بشكل طبيعي جدا. طيب سعاده اللواء، لو ليا ان انا اسالك، لو حضرتك حاسس باختلاف في الوضع، السنه اسكندريه كل سنه بيحصل فيها موجات شبه دي، السنه دي حاسس ايه التقدم المحرز في مساله انه نسهل حركه الناس، نسهل حركه العربيات، شوارع كانت بتتقفل مثلا ما بقتش بتتقفل من الامطار؟ اولا لازم عارفين ان في جهد بذل من الاجهزه التنفيذيه في المحافظه وشركه الصرف الصحي وشركه الميه. احنا عندنا اكثر من 140 الف شميشه ومطبق بيتم تطهيرهم خلال فتره الصيف كلها وقبل بدايه النوات. السنه دي كنا بنتابع هذه الشناش والمطابق بشكل جيد جدا، ده رقم واحد. الثلاث مشاريع اللي تم عملهم على كورنيش اسكندريه الخاصين بالاستراتيجيه المتكامله لاداره مياه الامطار استوعبوا من 8 الى 10% من كميات الامطار اللي نزلت علينا. لو شفنا ورجعنا وعقدنا مقارنه بين الشوارع اسكندريه العام الماضي وهذا العام، هنلاقي عشرات الشوارع الميه ما اثرتش فيها نهائيا، لانها دخلت معانا في المشروع الكبير اللي احنا بنعمله دلوقتي
على مستوى محافظه اسكندريه. فهناك فرق بين السنه دي والسنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. الصور الخاصه بالعام الماضي والعام اللي قبل موجوده والصور عندنا موجوده. وده يخليني اقول لك يا ريت الدعوه لكاميرات القناه الاولى تشرفنا في اسكندريه في اي وقت ومن غير ما تبلغنا تمر في الشوارع وتشوف احنا بيحصل تكدس مياه وبيتم الصرف خلال ساعه او ساعتين، ده ما كانش بيقدر حد يعمله العام الماضيه. ده التغير اللي ممكن يلاحظه المواطن العادي اللي بيتمشى في الشارع هذا العام. ودي نقطه غايه في الاهميه سياده اللواء، يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء محمد الشريف محافظ اسكندريه على وجود حضرتك معي. قالوا الشقيق بيمص دم الشقيق والناس ما هياش ناس بحق وحقيق، قلبي رميته وجبت غيره حجر، ده بالحجر ورجعت قلبي رقيق عجل. يملك ألف وجه ويعيش ألف عام، هو الطفل المبهج الحزين والشاعر المؤتمن على خلاصة الفن والحكمة، الصوت الذي تظهر الحكاية على نغماته، وكاتب الأغاني الذي يعرف دروب القلوب، يضرب بفرشاته الضاحكة جروحنا فتلتئم، يتأمل ويلقي رباعياته فنرتلها ونغنيها ونعلقها على جدران القلب. صلاح جاهين. أنا قلبي كان شخشيخة أصبح جرس، جلجلتبه صحيوا الخدم والحرس، أنا المهرج قمت ليه خفت ليه، لا في إيدي سيف ولا تحت مني فرس عجبي. طوفان فني غمر مسالك الفن المتعددة في الكاريكاتير، أسس مدرسته الخاصة في روزا اليوسف وصباح الخير والأهرام، خطوط جاهنية خاصة يعكسها أولاً على وجهه فيحمل أفكاره ومشاعره، ثم ينقلها على الورق فتثير الجدل وتنير الطريق. اللي خلاني أتجه إلى الكاريكاتير هو أني من ضمن الحاجات اللي كنت بحبها هي الصحافة، كنت عايش في وسط الصحفيين، فبدأت أزين الصفحات اللي أنا بوضبها ببعض الرسوم، ولأني طبعا كسول جدا وبعمل الحاجة في آخر لحظة، فبقيت أعمل الرسوم دي في آخر لحظة، فأحاول أنها أرسمها بسرعة جدا، فطلعت كاريكاتير، بقت تطلع كاريكاتير. لا تميت القراء من الضحك، بل توخزهم وتوقظهم من أجل حياة أفضل. في ناس بتبقى حياتهم كلها ضحك وإنتاجهم يفطس من الضحك، فأنا الضحك عندي يعني مجرد ابتسام يعني، واللي أنا بعمله برضو ما بيخليش الناس تفطس من الضحك قوي يعني، إنما يخليهم يبتسموا مع شيء من الفهم. في السينما كان متعدد البصمات، فهو الجالس على قمة السيناريو بأعماله الفذة، خلي بالك من زوزو وأميرة حبي والمتوحشة وشفيء أو متولي. ضربوها قدام عينيه بالنار ما يعرف ليه، وناس يقولوا ده هو طعنها بالخندر، بس احنا شفناه رماه وشفيقة جاي عليه، سواء كده أو كده شلها في أحضانه ودموعه تجري كبحر النيل وفيضانه. والممثل في أعمال عديدة منها المماليك واللص والكلاب وشهيد الحب الإلهي، وكاتب الأغاني الاستثنائي في أعمال عظيمة كعودة الابن الضال واليوم السادس. حبيبي سكر مر طعم الهوى، فرق ما بيننا البين ما عدناش سوا. كان صلاح جاهين يؤمن بالأغنية كأساس للتنوير والنهضة، دون أحلامه في أبيات بليغة رددتها الألسنة الحالمة بالتحرر من الاستعمار وبدء بناء الأوطان،
بعد قرون من الاستغلال، تلك التي حلمت يوما بتماثيل على الترعة وأوبرا. منحنا صلاح جاهين كل ما حرم منه نفسه، فهو السمين الذي تطلع إلى أن يصبح راقص باليه ولم يبخل علينا بالرشاقة، وهو المكتئب الحزين الذي نظر عمره لنشر البهجة، وهو صاحب الأحلام المنكسرة الذي لم يتخلى أبدا عن زرع الأمل. طول عمري أدور على الحب، ومتهيألي إن في حب كبير يعني مستنيني، بس أنا مش لاقيه. حبيت لكن حب من غير حنان، وصحبت لكن صحبة ملهاش أمان، رحت الحكيم وأكتر لقيت بلوتي إن اللي جوه القلب مش على اللسان. عجب العبقري صلاح جاهين، مدرسة كبيرة في الفن والإبداع في مصر، وعلامة لا يمكن تتنسي في تاريخ الثقافة المصرية. فتحت أول صفحاتها زي النهاردة يوم 25 ديسمبر 1930، صاحب الرباعيات اللي أثرت مسيرته الفنية بشكل كبير بعشرات الأعمال الإبداعية في الشعر والكاريكاتير والفنون التشكيلية والتلفزيون والسينما وكل فروع الفن. صلاح جاهين ببساطة وبسلاسة قدر أنه يعبر عن أحزان الناس، ويقدر يوصل لهم بأسلوبه وينقل لهم الثقافة الرفيعة لملايين الناس من البسطاء بخفة وبساطة وعبقرية الفنان الكبير صلاح جاهين اللي بتحتفل بوابة الأهرام النهاردة بذكرى ميلاده. دلوقتي معانا على التليفون أستاذ محمد دياب الناقد الفني. مساء الخير على حضرتك. وصلاح جاهين بعظمته وبتاريخه يظل حاضرا في الوجدان والعقل المصري والعربي على مر العصور. بالتأكيد يا فندم، هو يعني مثابة، يعني نقدر نقول بإيجاز إن هو الروح المصرية الشعبية والحكمة عندما تتجلى شعرا، وهو فنان متعدد الأوجه، يعني له نشاطات متعددة كتير. هو شاعر عامية وشاعر غنائي ورسام كاريكاتير وممثل وكاتب سيناريو وكاتب حوار ومنتج سينمائي ومغني وراقص باليه زي ما حضرتك بتقول. إلى أي مدى حضرتك شايف أنه يعني وصول شعر صلاح جاهين وكلمات صلاح جاهين اللي أثرت في كل الأجيال قادرة أنها توصل للأجيال الجديدة وتأثر فيهم بهذا النمط يعني؟ بالتأكيد، يعني هو من حسن الحظ أنه أعمال كتير ليه مغناة، وأكثر الشعر اللي بيعيش هو اللي بيتحول لشعر غنائي. من حسن حظنا أنه أعمال كتير قوي ليه اتغنت، طبعا من ضمنها الرباعيات لحنها وغناها الشيخ فايد مكاوي، وغناها كمان الفنان علي الحجار، ودي اللي قال عليها الكاتب الكبير يحيى حقي إنها بمثابة عطر الأحباب. طبعا ديوانه ده الشهير جدا، رباعيات اللي بدأ نشره في مجلة روزا اليوسف سنة 59، وصدر في ديوان سنة 64، كان بنشره أسبوعيا، كل أسبوع رباعيات. في البداية كانت مصاحبة برسومات للفنان أدم حنين، بعد كده بقى هو يرسم بنفسه. الحقيقة يعني الواحد محتار يقول إيه ولا إيه. وبعدين في حاجة مهمة جدا بخصوص الفنان صلاح جاهين، وهو مش بس شاعر، هو فنان شامل. يعني ان هو اللي عمل اول نشيد وطني مصري اللي هو والله زمان يا سلاحي. قبل والله زمان يا سلاحي كان في مقطوعه موسيقيه اسمها سلام افندينا، دي استمرت حوالي 70 80 سنه من ايام الخديوي اسماعيل. هي السلام الوطني بدون ما يكون في نشيد وطني، مقطوعه موسيقيه فقط. لما هو قدم كتب للسيده ام كلثوم نشيد والله زمان صاحب حرب 56، ولحنه الاستاذ كامل الطويل ووزعه اندريه رايدر، سنه 60 الرئيس جمال عبد الناصر اختاره يكون هو النشيد الوطني المصري، وموسيقاه هي السلام الوطني المصري،
واستمر من سنة 60 لسنة 79. فهو طبعا ده شيء استثنائي في مسيرته أنه هو كاتب أول نشيد وطني مصري حقيقي يعني. صحيح، أنا حتى قريت أنه أحد هذه الرباعيات تم بيع منها 125 ألف نسخة خلال 4 أيام. أي فن الرباعيات بيعت يعني نفذت وطبعت طبعات كتيرة وما زالت يعني حتى أنه دلوقتي بقت رائجة أكتر بإلقاء الصوتي بتاعه موجود على شبكة الإنترنت يعني. طبعا أغانيه الوطنية لعبد الحليم ما نقدرش نتجاهلها، دي حاجة في المشهد بتاعه علاقته بعبد الحليم وسعاد حسني، دي علاقة استثنائية جدا. عايزين نتكلم أكتر عن تفاصيل العلاقة دي، ويعني عمل لسعاد حسني الدنيا ربيع والجو بديع وبانو بانو، ويعني أعمال فنية كبيرة عايشة معانا لحد دلوقتي وشفيقة ومتولي. نعم، هو كان الأب الروحي ليها كمان أكتر من كده يعني. علاقته بسعاد يعني بدأت من الستينات بس ما حصلش صداقة يعني، كان في الزوجة الثانية هو صوت الراوي وكان كتب مشهد الأراجوز، بعدين مثلوا سوا في فيلم اسمه من غير معاد. كان بيمثل هو بيحب أختها، كانت بتلعب دورها الفنانة خيرية أحمد. ما حصلش لقاءات في الفترة دي لحد سنة 71 كانت هي في موسكو بيعرضوا فيلم الناس والنيل مع الأستاذ يوسف شاهين في مهرجان موسكو. عرفت ان هو في مستشفى في مصحة بيتعالج في موسكو فراحت زارته سنة 71، من هنا بدأت العلاقة. ولما بدأوا يشتغلوا في فيلم خلي بالك من زوزو سنة 72 هي رجعته يكتب الشعر الغنائي تاني يعني، هو انقطع من آخر غنوة كتبها سنة 67 بعد تنحي رئيس عبد الناصر اللي هي ناصر يا حرية لحنها كمال الطويل، بعديها توقف عن كتابة الأغاني. سعاد حسني رجعته يكتب الأغاني تاني 72 لما ابتدوا يشتغلوا في فيلم خلي بالك من زوزو. مش بس كده، هي اللي دخلته مجال كتابة السيناريو والحوار، هي طلبت منه أن يكتب الفيلم لأنه حست أنه هو متشبع بروح الشخصية زي ما بتقول هي في لقاء ليها، فطلبت منه أنه هو يشارك في كتابة السيناريو والحوار وحصل يعني. مش بس كده، ده أنتجوا سوا يعني، هي خليته ينتج سينما كمان، أنتجوا فيلم المتوحشة سوا، أسسوا شركة إنتاج اسمها سندريلا فيلم، هي اللي أنتجت فيلم المتوحشة. طبعا هو اللي كتب وكتب الأغاني بعد كده، بعد أميرة حبي أنا النجاح الصاحب اللي حصل فيه. كتب لها أميرة حبي أنا، وشارك كان مستشار فيلم الترنك، ويعني واضح جدا بصمته على الحوار. صحيح، علامات بارزة في حياة سندريلا. نعم، وشفيقة ومتولي طبعا هو الراوي كمان، هو اللي كاتب الأغاني. فكان كانت العلاقة، وطبعا لحد هو وهي يعني مسلسل هو وهي سنة 85 يعني. هو توفى في العام التالي 86 الله يرحمه. لما توفى هو طبعا في يعني زي ما بيقولوا البوصلة بتاعة سعاد حسني راحت منها، لأن هو كان قبض روحي ليها حي. طيب حضرتك كمان كنت بتتحدث عن علاقته بالعندليب عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ طبعا أشهر الأغاني الوطنية اللي ما زالت بنقولها لحد النهارده هو اللي كاتبها. يعني هو اللي كاتب إحنا الشعب سنة 56، دي أول لقاء للثلاثة عبد الحليم وكمال الطويل، وكانت مناسبة انتخاب رئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة أيام وحدة مصر وسوريا. بعدين عملوا بالأحضان برضو كمال الطويل المسؤولية على رأس بستان للشراكية، صورة كلنا كده عايزين صورة تحت الراية المنصورة طبعا أشهر الحاجات، يا أهلا بالمعارك عيد الثورة 65. في 67 كتب له في الحرب انذار يا استعمار، ودي ألحان بليغ حمدي، ولازم برضو نتكلم عن بليغ حمدي لأنه في حاجة استثنائية بينهم. بعدين كتب ناصر يا حرية، وهي دي كانت آخر أغنية يكتبها لعبد الحليم اللي هي أغنية التنحي بتاعت بمناسبة تنحي الرئيس جمال عبد الناصر وكمال الطويل، دي كانت آخر غنوة ما بين الثلاثة، صلاح جاهين عبد الحليم كمال الطويل، وآخر غنوة يكتبها صلاح جاهين لعبد الحليم حافظ. طبعا يعني هنقول انه حصل توقف وجاله احباط طبعا، اصيب باكتئاب بعد النكسه لانه كانت دي نقطه فاصله في حياته. صحيح، وحياته الشخصيه والمهنيه. لكن ما توقفش واستمر في الاهرام وكتب في الاهرام سنه 70 درس انتهى لمه الكراديس بمناسبة العدوان على مدرسة بحر البقر واستشهاد عدد كبير من الطلبة فيها الأطفال، خدتها الفنانة شادية وطلبت من الشيخ سيد متكاوي لحنها، وطبعا هي من أجمل الأغاني الوطنية اللي اتكتبت.
وفي نفس يعني لما اتضربت مدرسة بحر البار سنة 70 اتضرب مصانع أبو زعبل. كتب أغنية تحية للشهداء العمال اسمها إحنا العمال اللي اتقتلت قدام المصنع في أبو زعبل نتلو عليكم عناوين جرانين المستقبل. دي لحنها الشيخ سيد مكاوي وغنتها المجموعة. دول ما كانوش مكتوبين كأغاني، لكن أول أغاني زي ما قلنا طبعا يا واد يا تقيل لما رجعته صعب. طيب عايزه كمان اتكلم مع حضرتك عن الكاريكاتير، وهو كان يعني برضو فنان كبير في مساله الكاريكاتير، مجله صباح الخير وروز اليوسف ويعني الاهرام طبعا والاهرام يعني اكيد كان رسومات الكاريكاتيريه حاجه اساسيه لكل مطلعي الصحف يعني في وقتها. يعني الاقرب كان لقلبه مساله كتابه الشعر الكاريكاتير، يمكن هو مثل حاجات بسيطه. نعم طبعا حاجات كتير زي الفهامة، زي شخصية هو عاملها درش، حاجات كتير حتى يعني درش كان يقال الفنان محمود الحديني كان عايز يعملها مسلسل او عمل فني، وطلب منه ان هو يكتبه له، فقال له لا ده اعمله بعد ما اموت انا يعني. الله يرحمه يعني. الله يرحمه ويحسن اليه. طبعا احنا ما نقدرش ننسى طبعا هو كشاعر غنائي غير الاغاني الوطنية، كشاعر غنائي عاطفي الاغنية العاطفية. وطبعا بدأ بسوق بلدنا صورة غنائية في الخمسينات لحنها الفنان أحمد صدقي الإذاعة، وصورها المخرج صلاح أبو سيف في فيلم سينما قصير، وبعديها عمل الليلة الكبيرة طبعا الفنان الأوبريت طبعا المشهور اللي عايش معانا طبعا. الصورة الغنائية سوق بلدنا دور على صلاح شاهين وقال أنا كنت عايز حد زي بيرم التونسي كده يكتب لي حاجات جميلة. قابل صلاح جاهين وعمل له ليله كبيره، عمل طبعا في نفس الفتره الاغنيه الشهيره جدا الوطنيه هنحارب كلنا هنحارب في عدوان 56 اللي غنتها المجموعه. عمل بعدين مع صحصح لما ينجح وحمار شهاب مسرح العرايس والاطفال، اسهاماته في الفوازير الاذاعيه كان بيكتب فوازير الاذاعه اللي كانت تقدمها الاذاعيه القديره امال فهمي، وانتقل للفوازير التلفزيونيه سنه 70 لما كتب فوازير شهرزاد لزوجته الفنانه منى قطان، وبعدين كمل في الفوازير مع نيلي طبعا، ودي كانت علامه يعني بصمه كبيره فوازير نيلي مع صلاح جاهين. الحقيقه يعني التنوع كبير قوي في مسيرته، يعني مثل 9 افلام، يعني مثل في 9 افلام منهم في فيلم عالمي اللي هو فيلم كايرو اللي اتصور في القاهره الفيلم الامريكي. يعني الواحد محتار يتكلم في ايه ولا في ايه يعني، حتى بوجي وطمطم في رمضان هو اللي كان بيكتب اغانيها يعني، طبعا بصفة انه عنده خبرة باع طويل في الكتابة للأطفال مسرح العرايس الأطفال. بالتأكيد موهبة فادة، والمواهب اللي بالشكل ده مش بتتكرر في تاريخنا، وعليه احنا بنعتز بعبقرية صلاح جاهين على مر العصور، نقدر نفضل نحكي عنها لكل الأجيال، يعني مدرسة فنية متفردة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني. احنا بنشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد دياب الناقد الفني على وجودك معنا. رحم الله يعني الأستاذ العبقري صلاح جاهين، ودايما كلماته تفضل موجودة في أذهان وعقول الشعب المصري والعربي كافة. طيب نروح مع حضراتكم دلوقتي لموضوع تاني، واكتشافات جديدة للبعثة الأثرية اللي بتعمل في معبد إسنا، يمكن بيكلموا عن بقايا مقصورة من العصر البطلمي وأيضا حمام روماني وعدد من القطع الأثرية اللي تم اكتشافها بتعود لعصور تاريخية مختلفة. هنعرف كل التفاصيل عن هذا الكشف الأثري الجديد دلوقتي. بينضم لنا على التليفون أستاذ محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر العليا. مساء الخير على حضرتك يا فندم، ولو تقول لنا تفاصيل هذا الكشف الأثري الجديد في معبد إسنا. مساء الفل استاذه هدير، وكل سنه وحضرتك طيبه والشعب المصري كله طيب بمناسبه اعياد الميلاد. شكرا جزيلا يا فندم، وحضرتك بخير، اتفضل. الحفاير اللي اتعملت، معلش استاذن حضرتك لو تقف في حته يكون فيها شبكه علشان نقدر نسمع صوت حضرتك بوضوح. الحفاير اللي هي تم في أنا لسه مش سامع حضرتك كويس، الصوت بيقطع، فلو أستأذنك يعني تحاول كده تقف في حتة فيها شبكة ونرجع نكلم حضرتك علشان نعرف تفاصيل الكشف الأثري اللي حصل في معبد إثنا، هنحاول إن احنا نرجع نكلم حضرتك. لكن خلينا دلوقتي نروح لتقرير تاني كده
هنشوف من خلاله إحدى الشركات المصرية اللي بتفتتح ميتا توت. دي أول مدينة مصرية في العالم الافتراضي الميتافيرس. وطبعا الحديث مستمر عن الميتافيرس، ويعني خلاص بدأت الشركات إنها يعني تدلي كده بدلوها وتعمل أفكار للعمل في عالم الميتافيرس. وده عمل راجع الحضارة المصرية القديمة، بتعتمد فكرة المدينة دي على افتراض وهمي بأنه الملك توت عنخ آمون عاد للحياة عام 2022، لكن من خلال هذا العالم الافتراضي. نشوف مع حضراتكم إزاي من خلال هذا التقرير، ونرجع بعد كده نكمل الكلام. عالم الميتافيرس. كشفت السوبرانو المصرية أميرة سليم عن مشاركتها بأول أغنية رومانسية ليها باللغة المصرية القديمة لأول مرة. ده هيكون داخل قصر نيفرتيتي بمدينة ميتا توت الافتراضية على الميتافيرس المصري، وده عبر حسابها على موقع انستغرام. وطبعا ده احتفالا بموسم الأعياد والكريسماس والعام الجديد. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير. الأغنية بعنوان حبك، وهي أغنية رومانسية باللغة المصرية القديمة، انتهت هي من تسجيلها بمساعدة مهندس الصوت مفدي ثابت ومشاركة عازفة الهارب منى واصف، وهي واحدة من القصائد الرومانسية من برديات أجدادنا القدماء. خلينا نبارك لأميرة على الأغنية الجديدة. هي دلوقتي معانا على التليفون. مساء الخير يا أميرة، سوبرانو المصرية أميرة سليم، ألف مبروك الأغنية الجديدة، وعايزين نعرف التفاصيل. مساء النور، أهلا بيكي. ميرسي، شكرا. كل سنه وانت طيبه. الاول بمناسبه السنه الجديده، اي يعني الاغنيه دي انا بعتز بيها جدا، لان انا اخترتها قبل موكب الموميات بسنوات، لاني كان عندي حلم ان انا اعمل اغاني باللغه المصريه القديمه، واخترت قصائد حب منها قصيده ميروت ايك او حبك. فانا اخترت الفتره دي، فتره الاعياد، وكمان فكرة ما بعد موكب المومياوات، فكرة استمرارية مشروع ورسالة إحياء اللغة المصرية القديمة. صحيح. اخترت
قصيدة قصيدة. انتوا خليتوا الناس بعد موكب المومياوات والعظمة اللي احنا شفناها من الفنون نروح طبعاً. نترجم الأغاني ونحفظ الأغاني ونتغنى بيها، وده كان يعني يعني شيء رائع الحقيقة ان احنا نرجع للغتنا المصرية القديمة بسبب العظمة اللي احنا شفناها في موكب المومياوات. العظمة دي صراحة انا يعني هتكلم بصراحة، انا شايفة ان موكب المومياوات في ما قبل وما بعد. الحقيقة عظمة موسيقى هشام نزيه والموكب والحدث التاريخي يعني كان ليه تأثير علينا كلنا كمصريين. صحيح. ووصلنا تاني بتاريخ أجدادنا ويعني وصح اللاوعي اللي عندنا كان كلنا كمصريين. فأنا حبيت إن بأغنية الحب دي باللغة المصرية القديمة أوري وجه آخر للمصريين القدماء، الحب والتعبير عن الحب ورسالة الحب اللي موجودة، وقصيدة بيقولها مواطن عادي من طبقات اجتماعية مختلفة، مش بس الملوك والملكات ومش بس ابتهالات وترانيم. عشان كده أنا فصلت، كنت عايزة أفصل شوية عن أنشودة إيزيس وعن موكب المومياوات، لأن إحنا تاريخنا مليان يعني عظيم ومليان ألوان كثيرة جدا. طيب عايزة أعرف منك تفاصيل الأغنية، كلمات حب رومانسية، وبعدين دخولك لعالم الميتافيرس، يعني احنا مش لاقيين الرومانسية قوي في الواقع فهندور عليها في الميتافيرس. ما هو الميتافيرس ده كده حاجة زي لما بنقرأ رواية حب ولا قصة حب في كتاب بنتخيل صح؟ بس صحيح. هي بتترجم في 3D وبندخل العالم ده وبنشوفه بإيدينا يعني بيتحقق قدامنا، هو شوية ده الميتافيرس. يعني صراحة طبعا المتخصصين يتكلموا فيها شوية، بس أنا بشوفها بالحتة الشعرية. أغنية الحب هي متاخدة من مجموعة قصائد حب من بردية مصرية يعني لأجدادنا، وهي بتتكلم بكل بساطة عن امرأة يعني بعيدة عن حبيبها، ولما بتتذكر حبه يعني بتعبر عن إحساسها وبتعبر عن إزاي هو بعيد عنها ووحشها وبتعبر عن الأحاسيس البسيطة دي. وإحنا نقدر نسمع جزء من الأغنية يا أميرة؟ الترجمة وكلمات وطريقة نطقها كمان. نقدر نسمع جزء من الأغنية؟ طب ليه اسمع جزء صغير كده من الأغنية؟ حلوة مع الفنانة جميلة منى واصف ومهندس الصوت الجميل مجدي ثابت، يعني ايه أجمل من كده؟ لحد ما تبقي معانا في الاستوديو ونسمعها لايف. طبعا أحب جدا أكيد. طيب احنا نشكرك شكرا جزيلا وبنبارك لك على الأغنية الجديدة إن شاء الله تكسر الدنيا، سوبرانو المصرية أميرة سليم، شكرا جزيلا على وجودك معانا. طيب هنرجع مع حضراتكم نتكلم على البعثة الأثرية اللي بتشتغل في معبد إسنا ونعرف تفاصيل الكشف دلوقتي. نرجع يبقى معانا على تليفون الأستاذ محمد بديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا. مساء الخير على حضرتك يا فندم، وكنت بتكلمنا من شوية على تفاصيل الكشف الأثري بمعبد إسنا. طبعا هي الحفاير اللي موجودة في معبد إسنا أو خلف معبد إسنا هي طبعا بتأتي في إطار مشروع كبير جدا بتتبناه الدولة بكل وزاراتها وهيئاتها لجعل مدينة إسنا مدينة أو متحف مفتوح يضم العديد من الآثار اللي بتحكي عن تاريخ مصر عبر العصور منذ أقل تقدير وهو العصر البطلمي وحتى العصر الحديث. مدينة إسنا اللي بتقع على بعد حوالي 50 كيلو جنوب مدينة الأقصر، طبعا هي كانت جزء من الإقليم الثالث من أقاليم مصر العليا، وأصبحت بعد كده في العصر اليوناني الروماني هي عاصمة الإقليم الثالث من أقاليم مصر العليا. المعبد اللي موجود فيها حضرتك دلوقتي أو الجزء المعبد اللي هو يعني الجزء المكشوف اللي بيزوروه السياح دلوقتي هو عبارة عن صالة مستعرضة فيها 24 عمود وبنيت من العصر الروماني والعصر البطلمي. لا المعبد له امتدادات في الناحية الغربية أسفل طبعا المدينة الحديثة اللي هو ده، طبعا احنا هنكشف جزء أو استكمال بقايا أجزاء المعبد على أساس أنه ده يبقى متحف مفتوح ونضيف قيمة لمدينة إسنا اللي هي فيها من الآثار الإسلامية زي وكالة الجداوي وزي القيصرية اللي هي السويقة وزي وكالة الجداوي زي ما قلت لحضرتك وزي معصرة الزيوت والمنازل والمآذن الإسلامية والبيوت اللي طبعا ذات الطراز معماري جميل جدا.
فإحنا لازم طبعا كان جزء المعبد ده لازم نكتشف أو نستكمل بقايا المعبد اللي بتمتد غرب الصالة الموجودة حاليا. المعبد ذو طراز فريد من نوعه، النقوش فيه ذات ألوان زاهية جدا، موضوعات غريبة وموضوعات جميلة وموضوعات فريدة زي ولادة القمر طبعا، وزي المناظر الفلكية اللي هي بتعبر عن الأبراج السماوية، اللي يمكن فيه دراسة حاليا دلوقتي من بعض المتخصصين على انه في بعض الاجرام السماويه اللي متصوره في معبد في سقف معبد إثنا، وهي الان اتحركت من مكانها او تقريبا مش موجوده في السماء. ده دليل على انه كان المصري القديم متقدم جدا في العلوم الفلكيه وغيره طبعا من العلوم الاخرى. فالحفاير كانت في الناحيه الغربيه من المعبد اللي هو امتداد الطبيعي للمعبد. طبعا اكتشفنا يعني اجزاء من مقصوره هي بتنتمي لعصر العصر البطلمي، عصر بناء المعبد يعني، على اقدم شواهد اثريه لقيناها. لقينا مجموعه من العملات اللي فيها عملات ذهب وعملات فضه وبرونز بتنتمي لعصور مختلفه، العصر الفاطمي والمملوكي والعصر الحديث، وبعض قوالب صك العمله نفسها، الجبخانة اللي هو مصنع السلاح، وبعض القنابل اليدوية الصغيرة اللي موجودة. لقينا الغليون اللي طبعا الحاجة المميزة في العصر العثماني. فمجموعة من الأثار الجميلة جدا، حتى يمكن من سنتين تقريبا أو سنة لقينا برضو لوحة من العصر العباسي. فالمكان زاخر جدا، والحفائر اللي موجودة هي عبارة عن رحلة بتمتد لحوالي 2350 حسب الشواهد اللي موجودة، 2350 سنة منذ العصر البطلمي وحتى العصر الحديث. كل ده طبقات أثرية تمتد بعمق حوالي 10 متر هو العمق الحالي من سطح الأرض الحالية حتى سطح المعبد قديما في العصر البطلمي، 10 متر تحتوي على العصور التاريخية منذ العصر الحديث وحتى العصر البطلمي. كل ده طبقات أثرية غنية جدا بالمكتشفات الأثرية اللي احنا طبعا لقينا أجزاء منها ولسه بنستكمل الحفاير إن شاء الله. صحيح، يعني بالتأكيد هناك الكثير والكثير من الآثار المصرية اللي لم تكتشف بعد. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، شكرا جزيلا على وجودك معنا. سيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بعد كده نكمل فقراتنا، خليكم دايما معنا. أهلا بحضراتكم من جديد. أصدر الدكتور علي المصالحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزاري ببدء موسم التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون الشتوي لعام 2023 اعتبارا من يوم 6/2/2023، والمدة شهر على أن يكون كل محل أسبوعين عنده أوكازيون. ألزم القرار الصادر من الجهات المشاركة في التصفية بالحصول على إذن مسبق من مديرية التموين الواقعة في الدائرة بتاعته، ويعني أهمية الالتزام من ناحية الجهات المشاركة بأنه يكونوا معلنين لثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنة بالسعر الفعلي ليها اللي كانت بتتباع بيه قبل كده قبل التصفية. خلينا نعرف مع حضراتكم دلوقتي مزيد من التفاصيل. معانا على الهاتف أستاذ أحمد أبو الفضل مدير الإدارة العامة لشؤون الرقابة العامة على المعاملات التجارية. مساء الخير على حضرتك يا فندم. آليات تطبيق هذا القرار، الآليات الرقابية لضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة. مساء الخير على حضرتك وعلى جميع السادة المشاهدين. أهلا بسيادة. ومن خلال برنامج حضرتك المحترم بحب أهني جميع الأخوة المرحين بأعياد الميلاد المجيدة. سنة سعيدة علينا بإذن الله كلنا. اللهم آمين يا فندم. هو حضرتك بمجرد صدور قرار معالي الدكتور الوزير دايما وكالعادة بيتم إنشاء مجموعات عمل داخل ديوان عمل الوزارة، هدفها حاجتين. أول حاجة حضرتك توحيد القوانين والقرارات الوزارية اللي احنا كلنا هنشتغل بيها سواء في ديوان عمل الوزارة أو في جميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية. الحاجة الثانية حضرتك بيتم عمل نشر إرشادات للتجار والمواطنين. الهدف منها ازاي نخلي فعاليات هذا الاوكازيون على اكمل ما يرام. دي حاجه. الحاجه الثانيه الدخول في الاوكازيون هو دخول اختياري وليس اجباري. بمعنى
ان اللي يدخل التلفزيون يجب ان يلتزم ببعض المعايير والاساسيات اللي بيكفلها ليه القانون. ومنها على سبيل المثال انه لازم يكون حاطط سعرين على كل سلعه. ماشي، قبل وبعد. احدهم مشطوب عليه. هي نسبه التخفيض تقريبا قد ايه يا فندم؟ نسبه التخفيض تقريبا بتكون قد ايه؟ هي دايما كل سنه بتتراوح من 20% ل 50%. يمكن في بعض المحلات بتحط اكتر من كده، وده بيبقى مقبول وعادي يعني، لان طالما في رقابه فالناس ما تخافش. برضه حضرتك من ضمن المعايير برضه اللي احنا بنحطها، لازم يكون التاجر محتفظ ببونات البيع من شهر 6 عشان نتاكد من جديه الاوكازيون اللي هو حاطه. برضه بنهيب بعض الساده التجار ان هم بيخلي بالهم جدا من النسب، انها ما تكونش نسب وهميه. لان عندنا في مفتشين سواء في الديوان او على المديريات عندهم كفاءة جامدة جدا وخبرات متوارثة من نتيجة ان الشغل اللي احنا بنشوفه في السوق بيكتشف بسهولة جدا اما اذا كانت هذه النسبة وهمية ولا حقيقية. فالسادة المستهلكين ما يلويش منها خالص. طب في سلعة معينة مشاركة في الاوكازيون؟ هو الاوكازيون حضرتك دوت متاح لجميع السادة التجار. مش الملابس بس يعني. جميع الانشطة التجارية من حقها انها تدخل، زي نشاط تجاري، كهربي، احذية وشنط، مصنوعات جلدية، ستائر ومفروشات، كل ده يا فندم متاح لنا ندخل في الاوكازيون. شكرا جزيلا استاذ احمد ابو الفضل مدير الاداره العامه لشؤون الرقابه العامه على المعاملات التجاريه، شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معانا. دلوقتي هسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع بعد ونكمل فقراتنا، خليكم مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد. الدوله بتحاول انها تحارب موجه الغلاء، وفي جهود كبيره بتتعمل تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الغذاء باسعار مناسبه وبكميات كافيه وجوده كبيره من قبل وزاره الزراعه. فيعني بتزيد وزاره الزراعه من اعداد المنافذ لتغطيه القرى والمناطق النائيه، وبيحصل بشكل يومي ضخ للمنتجات. هنتكلم في هذه التفاصيل مع ضيفنا النهارده اللي منورنا في الاستوديو، المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعه للمتابعه ومنسق عام لمبادره خير مزارعنا لاهالينا. مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. عايز اعرف من حضرتك تفاصيل خطه وزاره الزراعه لمواجهه موجه الغلاء على الاسعار اللي بتواجهها الناس. لو تسمحي لي قبل ما ابدا الاجابه على هذا التساؤل، ان انا في نهايه عام 2022 بندعو المولى عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يزيد من رخاء وامن هذه البلد، وتعم الاستقرار ويعم الطمأنينة على كل أبناء الشعب المصري، كما أن احنا بنهني إخواتنا الأقباط بأعياد الميلاد المجيد. بالنسبة لوزارة الزراعة ودورها في توفير السلع والخدمات، احنا منذ أن تولى معالي الوزير السيد القصير وزارة الزراعة، وهو وضع أمام عينه موضوع المنافذ والاهتمام بالمنافذ وطرح كميات كبيرة من المواد الغذائية للمواطنين. حقيقة جاءت المبادرة الكبرى اللي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المعنية بمحاربة الغلاء منذ حوالي سنتين، جاءت مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا اللي تمناها معالي الوزير، تجسيدا للمبادرة الأكبر اللي اطلقها فخامة الرئيس المعنية بمحاربة الغلاء. مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا وهي المعنية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع وزارة الزراعة الموجودة في كل محافظات الجمهورية للمواطنين بشكل مباشر. هذه المبادرة تعني بالآتي: تعني بتوفير الجودة للسلع والمنتجات الغذائية، تعني توفير كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلتها بنحو 20%. وليه؟ لأن منتجات وزارة الزراعة لها ميزة تنافسية. هذه الميزة تتميز بأنها تأتي من مزرعة المزارع مباشرة إلى المواطن بدون وجود حلقات تسويقية، بدون وجود وسطاء، بدون وجود تجار. وبالتالي فهامش الربح اللي بيحصل عليه الوزارة جراء البيع والعرض للمواطنين بيكون قليل جدا جدا عن مثيله في الأسواق الأخرى. احنا بنتحرك من خلال هذه المبادرة من خلال محورين. المحور الأول هي مجموعة المنافذ الثابتة، وهي عددها 243 منفذ على مستوى الجمهورية منتشرين في كافة محافظات الجمهورية، متواجدين في مقرات مديريات الزراعة بالمحافظات، مقرات مديريات الطب البيطري بالمحافظات، متواجدين في مقرات الإصلاح الزراعي بالمحافظات. الناس تقدر مباشرة تروح تشتري من هذه المنافذ، تشتري بشكل مباشر. عندنا كمان 32 منفذ متحرك بيجوب المحافظات، عبارة عن سيارات مليئة بالسلع والمنتجات الغذائية اللي بيحتاجها المواطنين بشكل يومي، بتجوب المحافظات تنتشر في الشوارع الرئيسية،
المزدحمة بالسكان والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وبننسق في ذلك مع السادة المحافظين. نحن بنبعت أسطولنا المتحرك لكل محافظات الجمهورية بيتمركز في هذه المناطق ويقدم المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية. طيب عايز اسال حضرتك عن معايير الجوده المنفذه في هذه المنافذ. طبعا زي ما قلت لمعاليكي، احنا بنجيب المنتجات راسا من مزارع وزاره الزراعه المتميزه بانها منتجات طازه، المتميزه بمنتجات خاليه من اي مبيدات وخلافه، بنعرضها للمواطنين في منافذنا الثابته والمتحركه. كمان احنا بنتفيش بكده، احنا بنعمل ان شاء الله معرض كبير جدا جدا بيضم حوالي 30 جهه عارضه في رمضان، بيبدا قبل رمضان بحوالي 15 يوم ويستمر حتى شهر رمضان بالكامل، بيقدم منتجاته للمواطنين باسعار تنافسيه. يعني حتى وان استمرت ازمه سلاسل الغذاء اللي موجوده عالميا، واحنا داخلين على الشهر الكريم خلاص يمكن 90 يوم، كل سنه وحضرتك بخير وكل الساده المشاهدين بخير. خير. مساله الامن الغذائي مساله غايه في الاهميه، استعداداتكم ايه للشهر الكريم؟ حقيقه وزاره الزراعه منذ طوال معالي الوزير مسؤوليه هذه الوزاره وضع في امام عينه أن يكون لوزارة الزراعة دور إيجابي في محاولة رفع العبء وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، بأن يكون لها دور إيجابي وإحداث أثر معين في السوق المصري مع التواصل مع شركائنا زي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والتموين في إحداث حالة من حالات التوازن داخل الأسواق المصرية. الحمد لله إحنا السنة اللي فاتت أو السنة اللي عدت معالي الوزير تبنى مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا، وتبنى عمل معرض كبير جدا كان في حديقة الأرمان، كان في أكثر من 25 أو 30 عارض بيقدمهم السلع والمنتجات الغذائية طوال شهر رمضان وقبل شهر رمضان وبعد شهر رمضان للمواطنين بأسعار أقل من السوق بحوالي 20%، وزي ما قلت لحضرتك لأن مفيش حلقات تسويقية في المنتصف، مفيش تجار. احنا الحمد لله برضك وزاره الزراعه بتملك 8 محطات لانتاج بيض المائده، كان لها دور كبير جدا في الفتره اللي عدت والفتره اللي جايه ان شاء الله، موجوده في حوالي 6 محافظات مملوكين لوزاره الزراعه، بنقدم بيض المائده باسعار تنافسيه للمواطن المصري بشكل مباشر وبشكل صريح. احنا دايما خليني اسال حضرتك على انتاجنا الزراعي او كمان الحيواني في ظل هذه الازمه. احنا الحمد لله بعون الله في المنافس بتاعتنا، هقول تاني واكرر ان المواطن عليه ان هو يطمئن ان بتوافر الكميه، بتوافر المواد الغذائيه والمنتجات الغذائيه بكميات كبيره، والحمد لله معالي الوزير يوميا بيطلع بنفسه على المنتجات والسلع الموجوده بالمنافذ، وموجه كل يوم بضخ كميات اضافيه تمتاز بالجوده وتمتاز انها منتجات فريش، وكمان اسعارنا زي ما قلت لك اقل من السوق. احنا عندنا اللحم البلدي المرباه في مزارع وزاره الزراعه بتباع ب 150 جنيه الكيلو، عندنا اللحم الضأن بتباع ب 140 جنيه الكيلو، عندنا السكر الرز المعبى حبه عريضه ب 15 جنيه الكيلو، وعندنا منه كمان عبوات كبيره 25 كيلو. ده بيبعث الطمانينه للمواطن ان ان المنتجات الغذائيه والسلع الغذائيه موجوده في المنافذ بشكل مباشر وشكل مستمر وفي استدامه. احنا اللي بنطلبه من المواطن من خلال البرنامج بتاع حضرتك استاذ هدير الواسع الانتشار ده، ان المواطن لا يتكلف على شراء السلعه بكميات تخزين، لا وكمان يغير نمط استهلاكه في محاوله ان احنا نتعامل مع الازمه العالميه بشكل متحضر وشكل قوي، لان كلنا لازم نتكاتف في حل هذه الازمه. انا برضك بطمن الناس ان الامور بتدار في مصر حاليا عن طريق فخامه الرئيس ودوله الرئيس ووزير الزراعه وكل الوزراء بشكل تشاركي، شكل تكاملي، الموضوع لا يدار بشكل عشوائي، الموضوعات تدار بشكل متواصل، في تنسيق كامل بين السادة الوزراء، في تنسيق كامل ما بين مؤسسة الرئاسة وبين دولة الرئيس، الأمور بتدار بشكل في تعاون وفي تنسيق. فأنا بطلب من المواطن المصري أن المنتجات الغذائية والسلع الغذائية موجودة وبكميات، ولا تقلق إن شاء الله مصر هي سلة الغذاء، مصر هي خزائن الأرض، وسوف تستمر إن شاء الله بالمحبة والتعاون ما بيننا كمصريين. ونداء إلى كل التجار، احنا ما بنطالبش ان التاجر يخسر، وعمرنا ما هنطالب بكده، ولكن اكسب زي ما قال فخامه الرئيس وقال دوله الرئيس، اكسب ولكن مكسب معقول يتناسب مع القوى الشرائيه ويتناسب مع الظروف الموجوده ويحقق الاستدامه ويحقق التوازن داخل الاسواق المصريه. مساله جشع بعض التجار وتخزينهم للسلع والغلاء اللي بقينا بنشوفه، ازاي بتتعامل الوزاره مع ده؟ الوزاره بتتعامل مع كل المواطنين، ولكن احنا في فتره من الفترات كان وزير معالي الوزير فطن الى محاوله بعض التجار ان هم يحصلوا على منتجات وزاره الزراعه بكميات، فوجه ان احنا نتحقق من الامر ونتحقق من الشخص اللي بيجي يشتري مننا، وما نبيعش او نتعامل غير مع المواطن المصري البسيط.
المعني بالمبادرة والمعني بالحماية الاجتماعية للدولة والمعني أيضا بأن احنا نرفع عن كاهله عبء غلاء هذه الأسعار. فإحنا متنبهين لهذا الأمر جيدا، والتعامل مباشر من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة مع المواطنين بشكل مباشر، ولا وجود للتجار في منتجات وزارة الزراعة إطلاقا. مع يعني مشكلة إمدادات، استمرار مشكلة الإمدادات الغذائية بسبب الأزمات العالمية اللي لسه يعني توابع شغالة لحد دلوقتي، الأزمة الروسية الأوكرانية ومسألة الأمن الغذائي مسألة غاية في الأهمية. احنا شفنا قبل كده مشروع الصوامع وكانت نتيجته يعني نتيجة مبهرة ما شاء الله بالنسبة للأزمة. ايه كمان عندنا خطط واستراتيجيات علشان نواكب ما يحدث عالميا ونقدر ان احنا نجابه هذه الازمات الخاصه بالامن الغذائي؟ حقيقه زي ما قلت المعاليكي، الامور بتدار في مصر المره دي او في هذه الحقبه بشكل تشاركي، بشكل تكاملي، بشكل علمي مدروس، بشكل يغلب عليه طابع الرؤيه والاستراتيجيه والدراسات التشخيصيه اللي بتتم لكثير من المشاكل. الدوله زي ما خامه الرئيس ما تبنى المشروع القومي للصوامع في 2014، وكان له فضل كبير جدا 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 في انه جعل لمصر، حقق لمصر الامان الكامل في توفير كميات كبيره من القمح. فخامه الرئيس برضك وجه به التوسع الراسي والتوسع الافقي وزياده مساحه الاراضي الزراعيه حتى تستطيع مصر ان تمتلك غذائها وبالتالي تمتلك قرارها. تحتاج مساله زياده الرقعه الزراعيه دي لاليات واستراتيجيات جديده بتفرضها هذه المرحله. طبعا السنه موجوده، نتكلم عن الري، عن السماد، تمام، والرؤى موجوده، والمشروع القومي لتطوير الترع موجود، والبرنامج او المشروع الاكثر ضخامه في تاريخ مصر وهو حياه كريمه اللي وجه به فخامه الرئيس بيساعد في هذا الامر. وان شاء الله ان شاء الله مصر قادره على عبور هذه الازمه بفضل قيادتها وفضل ابنائها المخلصين وفضل ابنائها الوطنيين. وانا بطمن تاني المواطنين ان المنتجات موجوده والسعر الغذائي موجوده في كافه المنافذ وفي كافه انحاء الجمهوريه في كل المحافظات بشكل يومي، وبنضخ كل يوم كميات اضافيه. وان شاء الله يعني معالي الوزير حط خطه واستراتيجيه الى زياده عدد هذه المنافذ من 243 ان شاء الله لتصل في منتصف 2023 الى حوالي 300 منفذ. المتحرك ولا الثابت؟ ان شاء الله بنحاول نزود الاثنين، نزود الثابت المتحرك، لان لا غنى عن الاثنين. في مناطق نائيه بيصل اليها المتحرك وفي مناطق محتاجه للثابت. بعون الله سوف نصل لكل المواطنين في كل المراكز وكل القرى في ان شاء الله في منتصف 2023. خريطه توزيع المنافذ على مستوى محافظات الجمهوريه، احنا بنتكلم عن محافظه الصعيد والمحافظات النائيه، لاي مدى يعني انتوا واصلين للناس في هذه المحافظات؟ كل محافظات الجمهوريه فيها منافذ ثابته لوزاره الزراعه، موجودين في زي ما قلت في مقرات مديريات الزراعه بالمحافظات، موجودين في مقرات الاصلاح الزراعي بالمحافظات، موجودين في مقرات الطب البيطري بالمحافظات، منافذ لوزاره الزراعه لتقديم المنتجات والسعر الغذائي للمواطنين باسعار نفس الاسعار المعلنه اللي موجوده. حضرتك انا معايا النهارده مثلا، احنا يعني مثلا ده قائمه اسعارنا النهارده من مرئي الكاميرا النهارده، تاريخ النهارده اهو، وده بنؤكد ان احنا كل يوم مراقبين لمنافذنا، مراقبين لاسعارنا الموجوده بحيث تكون معلنه بشكل مباشر. كل حاجاتنا موجوده، حاجات طازه واورجانيك وفريش وبلدي، خاصه اللحوم والدواجن والحاجات دي كلها موجوده في منافذنا وباسعار اقل من الاسعار الاخرى بنحو 20%. واحنا بنرحب بكل المواطنين على مستوى مصر انهم يزورونا في منافذنا ومعارضنا المنتشر على مستوى الجمهوريه، سواء الثابته وسواء المتحركه. وزي ما قلت المتحركه بيتم التنسيق فيها كامل مع الساده المحافظين، واحنا ان شاء الله في خلال الاسبوعين اللي جايين دول نازلين محافظتين بمزيد من السعر والخدمات باسطولنا المتحرك. ان شاء الله ربما تكون محافظه الفيوم احد المحافظات، ومحافظه دمياط المحافظه الاخرى طبقا لتوجيهات معالي وزير الزراعه. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعه للمتابعه، شكرا جزيلا على وجودك. شكرا يا فندم وتحت امركم. كل سنه وحضرتك بخير. طيب وصحه وسلامه. سيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بعد ونكمل فقراتنا، خليكم دايما معانا. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن الحقيقه انه السنين الاخيره رجعت تاني شمس القاهره تشرق على عواصم البلاد الافريقيه والقاره السمراء بشكل كبير، وتستعيد القاهره دورها القيادي للقاره السمراء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو استاذ نبيل نجم الدين الكاتب المتخصص في العلاقات الدوليه. مساء الخير على حضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يمكن
هناك زخم للعلاقات المصرية الأفريقية وعودة للقاهرة وبقوة لأن تتحدث عن طموحات شعوب القارة الأفريقية وعن تنمية وتطوير القارة الأفريقية ومسألة استغلال ثروات القارة الأفريقية لأبنائها مش زي ما كان بيحصل قبل كده. حك تقرأ إزاي العلاقات المصرية الأفريقية خلال 8 سنين اللي فاتوا؟ لا شك أن يعني قبل الحديث عن 8 سنين الماضيات مصر كان لها دور أساسي في حركات التحرر الإفريقي. صحيح في عهد الرئيس عبد الناصر. بالضبط. والحقيقة الملامح والبصمات المصرية موجودة في كل عاصمة في أفريقيا. هو اللي حصل إن إحنا قبل 10 سنوات الماضية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في نوع من الإهمال الحقيقة لأفريقيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي جه بكل شجاعة وقال الملف ده يجب أن يحتل أولوية في أجندة مصر الخارجية. على مدى التاريخ مصر لها دور إقليمي، هذا الدور الإقليمي كلما قوي كلما قويت مصر وارتفع شأنها في المنطقة. من أيام قدماء المصريين وحتشبسوت وزيارتها إلى الهضبة الإفريقية، ثم بعد ذلك في العصر الحديث محمد علي ووصوله بأيضا جوانب في أفريقيا. كل ما مصر تهتم بأفريقيا كل ما قوة مصر تزداد ونفوذها يبقى أكثر. الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة عمل طفرة واضحة جدا في هذا الملف. أكبر عدد من زيارات الرؤساء الأفارقة إلى القاهرة تم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا الرئيس السيسي زار عواصم لم يزورها رئيس مصري حتى في وقت الرئيس الراحل عبد الناصر. نتجه للمسائل الأخرى وهي التعاون بين جمهورية مصر العربية وأفريقيا. هناك طفرة في هذا الملف في أكثر من جانب، في التعاون في مقاومة الإرهاب، التعاون في النواحي الفنية، التعاون في الموارد المائية. ولذلك أستطيع القول أن ما جرى في ملف إفريقيا خلال السنوات الثمان الماضية هو أمر يشكل استعادة للدور والوجود المصري الإفريقي. وقد حدث أني يعني تشرفت بزيارة عدد من الدول الإفريقية، ولما الواحد بيقول أن أنا من مصر بتجدي شيء مهم جدا لدى المواطنين الأفارقة. ما تم هو خطوة كبيرة ولكن الآفاق مفتوحة والجهود يجب أن تبذل من كل الأجهزة التنفيذية في مصر لاستكمال مسيرة الرئاسة المصرية التي أعادت الدور المصري في أفريقيا. صحيح. وهنا يمكن بنتكلم تحديدا في السنين الاخيره عن دور تنموي بشكل كبير لمصر في افريقيا. يمكن بنتحدث منذ ايام عن سد جوليوس نيريري في تنزانيا وهذا الدور التنموي. لو احنا بنتكلم عن طاقه كهربائيه واهميه هذا السد لتنزانيا، مساله التنميه والتطوير للقاره السمراء وماذا تحمل مصر وتقدم للقاره السمراء؟ في الحقيقه في الجوانب اللي هي بتاعت التعاون المائي هناك مشروعات ضخمه تقوم بها وزارة الري والموارد المائية المصرية في عدد من الدول الإفريقية. ولو بدأنا مثلا بجنوب السودان هناك في مشروعات كبيرة، سد واو، المجاري المائية في بحر الغزال في السودان، تطهير المجاري المائية، إنشاء سدود، التدريب التقني للموارد البشرية في هذه الدول، ثم بعد ذلك الكونغو وتنزانيا وأوغندا. كل هذه الدول هناك تعاون مصري معها في المجال المائي. وأعتقد أن سد جوليوس نيريري في تنزانيا هو نموذج يحتزى في أن مصر تسعى إلى إرساء تعاون ثنائي مع الدول الإفريقية لمصلحة الشعوب الإفريقية، مما يدحض الأكاذيب والأشاعات التي تريد بعض الجهات المعادية والمناوئة والطامعة في أفريقيا من إشاعتها. على سبيل المثال أن وجود مصر في أفريقيا بيواجه بتحديات كبيرة جدا، أن هناك الاستعمار القديم وهناك دول جديدة، يعني الصين، الهند، إسرائيل، هذه الدول
لها أجندة واضحة جدا في أفريقيا، وهذه الدول من مصلحتها ألا يعود الدور المصري إلى أفريقيا. هذا تحدي مهم جدا علينا أن ندركه، وعلينا أن ندعم من الجهود الرئاسية في هذا الملف من خلال الأزهر الشريف، الكنيسة المصرية، وزارة الشباب والرياضة، وزارات الإعلام أو مؤسسات الإعلام والثقافة، كل هذه الجهات المصرية يجب أن تتحرك وتضع في أجندتها الملف الإفريقي، لأن الدور الرئاسي والدور الذي تقوم به وزارة الري والموارد المائية كبير، ولكنه محتاج لزخم آخر على مستوى هذه الجهات التي ذكرتها. يمكن مسألة التعاون الأفريقي الأفريقي والتعاون الأفريقي العربي، كيف يمكن لهذا التعاون أن يكون بديل للدول الأفريقية عن التعاون مع دول العالم الأخرى اللي بتفرض بطبع وجودها داخل القارة السمراء بعض التحديات؟ هي لن يكون بديل بسهولة يعني كما لا، الأمر في غاية الصعوبة. يعني الصين على سبيل المثال لها استراتيجية في أفريقيا قوية جدا، مصر وضعت استراتيجية مائية حتى عام 2050، وهذه الاستراتيجية لها أدوات ووسائل. أعتقد أن الأفارقة كشعوب يدركون أن مصر هي دولة ساهمت في تحرير بلادهم، ولكن هؤلاء الشعوب أو تلك الشعوب تريد طعاما وتريد تعليما وتريد صحة، وحتى لا تتصرف بالطرق اللي احنا بنتابعها، إما الصيد سهل للإرهاب أو الهجرة غير الشرعية من هذه الدول التي تعتبر بيئة طاردة. لذلك أعتقد أن التعاون المصري الإفريقي تحديدا يجب أن يركز أيضا على خلق فرص لهؤلاء الناس، بمعنى التعليم والمنح، القوافل الطبية، الأزهر، لأن هناك عدد كبير من المسلمين في هذه الدول، الكنيسة. أعتقد أن الملف الإفريقي لا يجب أن يحمل بكافة جوانبه لمؤسسة الرئاسة، ليس هذا عدلا، لأن المتوقع كبير أو المتوقع كثير جدا، والشعوب الإفريقية عندها أرضية قوية، أن مصر دولة قريبة لهم كشعوب، ولكن هذا القرب يحتاج إلى أن ننميه ونطوره بتقديم خدمات مادية ملموسة. بعد قمتي القمة الصينية في السعودية وأيضا القمة الأمريكية الأفريقية وحديث مصر بلسان أفريقيا وطموحات أفريقيا وأن يعني مسألة التنمية والحديث عن الأمن الغذائي الأفريقي والتنمية والتطوير داخل القارة السمراء، إلى أي مدى حضرتك شايف أنه أن الأوان أنه يستفيد شعوب القارة الأفريقية من ثروتها؟ طبعا أشكرك أنك أثرت الملف بتاع الكوب 27 اللي هي قمة المناخ 27، ويعني برضو أود أن أذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بذكاء شديد وبشجاعة تقدم بطلب أن تقوم مصر نيابة عن أفريقيا بتنظيم هذه الدورة 27. إذن قمة المناخ التي نظمت في شرم الشيخ هي قمة تمثل مصر فيها تمثل أفريقيا، وليست يعني الدور المصري فيها كان يمثل أفريقيا. لذلك كان في أجندة رئاسة القمة 27 هو صندوق الأضرار وتعويض الخسائر والأضرار. أفريقيا هي أقل القارات، والدول الإفريقية هي أقل الدول التي تساهم سلبا في عملية المناخ، بمعنى أن تأثير أفريقيا على التغير المناخي لا يزيد عن 1%، ومع ذلك تجد أن أفريقيا لا تستفاد أو لا تستفيد على الإطلاق من موضوع التعويضات. مصر في قمة شرم الشيخ وضعت هذا الملف على قمة الأجندة وطالبت بصندوق التعويضات وصندوق الأضرار للدول الأفريقية، وأعتقد أن مصر ليس فقط في التنظيم من يوم 12 لغاية يوم 18، أعتقد أن احنا معانا سنة كاملة، والرئاسة المصرية لقمة المناخ لن تترك ملف التعويضات الذي يجب أن تساهم فيه الدول الغنية، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، روسيا. هذه الدول هي التي
ساهمت في مشكلة المناخ، وهذه الدول عليها أن تدفع وتساهم في صندوق التعويضات لإفريقيا. أيضا أود أن أشير إلى شيء، أن مصر تم ترشيحها نتيجة لجهودها في أفريقيا برئاسة المجلس الوزاري المائي لإفريقيا، يعني رئاسة مجلس وزراء الري الأفارقة. وهذه الرئاسة ستبدأ من يناير 23 لمدة سنة. مصر أمامها تحديات وأمامها فرص. أعتقد أن الأزمة، أزمة الغذاء العالمي التي تضرب العالم كله، وأزمة الطاقة، حلها جزء كبير منه في أفريقيا. مصر تستطيع أن تساهم في من خلال التعاون المصري الإفريقي في الاستفادة من مئات الملايين من الأفدنة الصالحة للزراعة. صحيح. مصر تستطيع أن تقوم باتفاقات ثنائية باستثمار موارد الطاقة في هذه القارة. وعلى فكرة يجب أن نشير أن مشروعات الربط الكهربائي بين مصر نموذج يحتذى به الحقيقة في التنمية في القارة السمراء، بدأت فعلا. صحيح. احنا نشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ نبيل نجم الدين الكاتب المتخصص في العلاقات الدوليه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا، وبالتاكيد بمزيد من التعاون والتنسيق واعلاء مصلحه شعوب القاره الافريقيه واصرار القياده السياسيه على استعاده الدور المصري والريادي في القاره الافريقيه، مزيد من التعاون مع القاره السمراء. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدينا الكرام، كده خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة، وإن شاء الله بكرة حلقة جديدة من برنامج التاسعة. دايما نشوفكم على ألف خير.